يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم استعمال وبيع العطور التي تحتوي على الكحول؟ إذا ثبت أن فيها أنها تحتوي على الكحول لا يجوز بيعه، لأن الكحول خمر، الخمر لا يجوز بيعه. والضابط في ذلك إذا كانت تسكر، إذا شربت ففيها كحول فهي حرام ويجب إتلافها. أما إذا كانت لا تسكر من شربها فهذه ليس فيها كحول، لو كان فيها كحول لأسكرت. نعم.